خمسة أسئلة قبل أن نبدأ في الدراسة. برام سمنو من نجين جاب دام رين أمبي توحيد. السؤال الأول. سمنو تيموي. لماذا ندرس التوحيد؟ هاد واي بان تيجين ترو رين أمبي توحيد. السؤال الثاني. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ سمنو تيبي هاد واي بان تيجين ترو رين نوسي بو توحيد نه. ندرس هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة أسئلة القبر حتى نكون على الطريق الذي وضحوا وبينوا لنا العلماء، لأن العلماء أرشدوا أنه أول ما يبدأ الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد بمتن الأصول الثلاثة. ينرين أمبي كتاب توحيد ني دمبي أو ينسكول الله سبحانه وتعالى ببروه بندا علماء بان راي راب ريكو بأسراي نخلون كتاب توحيد ني. نعم. السؤال الثالث. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. ما الفائدة من الدراسة؟ الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا نو فال بياج نو بي داي ين رين نو سمنو تانغ باي ني نو لدنيا وعملنا بها هاي ين نغ انووات فيا ودعونا اليها هاي ين امبيو نيو نا بسين اوي تروك فيا تانغ او باذن الله اذا صنعنا هذا في الدنيا نجيب عن اسئله ان شاء الله با سن جي ين نغ اج ثو بكا تانغ ني نو لدنيا نغ اج اوي ين تشلاي سمنو تانغ ني نو كوبور بان. نعم. الخامس والاخير. يحتوي هذا المتن على أقسام خمسة. سمنو تي برام هاي كاوتي سمنو جون كراي كن يي روم كوب سامنو على أقسام خمسة. هذا فهرسة الكتاب أو الكتاب له أقسام خمسة. هاي كتاب نيكو مين برام برايب سين بكني. المسائل الأربع. مين بانها تنبون. ثم المسائل الثلاثة. كرايموني يي أمبي بانها تنباي. ثم لماذا ندرس التوحيد. كرايموني يي أمبي هاروي بانجي يين ترورين توحيد. وشرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. كرايمو كيجين بأسراي أمبي أصول تنباي هاي نن سمنو داكي سو نو نن تنغي نو نن كبور. ثم خاتمة الكتاب. كرايمو كي بنجاب داوي نو نن كتاب تنغي.